كمان باشا بيفكر في منح اللاعب محمود دونجا فرصه المشاركه في مباريات الفريق في الفتره اللي جايه، خصوصا بعد تالق دونجا في تدريبات الفريق الاخيره وتنفيذه لتعليمات الجهاز الفني على اكمل وجه. كمان دونجا قدر انه يقنع باشا بامكانياته من خلال المستوى الرائع اللي قدمه في المباريات الوديه اللي شارك فيها مع نادي الزمالك، ونيبوشا شايف ان دونجا يستحق الحصول على فرصه عشان يشارك مع نادي الزمالك في المباريات اللي جايه بعد ما تالق في التدريبات والمباريات الوديه واستقر مع جهازه المعاون على ضروره الاعتماد عليه ومشاركته في مباريات الفريق الرسميه بشكل تدريجي مع التراثي اللي بيتم الاعتماد عليهم بصفه اساسيه في خط الوسط طارق حامد واحمد داوودة ومحمد اشرف رؤى.